هل حسيت ان مسيحتي بتزكي؟ الحقيقة انا قلت بس هفكر معاكم في كم فكر كده تعتبر الافكار اللي كانت موجودة قبل الحادثة دي في الكتاب المقدس بتساعدنا عشان ندوق الخلاص اللي موجود في الحادثة الجميلة دي، الموقف الجميل ده. فانا قلت بس هرجع معاكم كم خطوة لورا، وانا عارف ان اليوم كله مبني على الآية دي فتتكلموا فيها تاني. بس انا هرجع معاكم الموقف ده موجود في انجيل لوقا اصحاح 19. عايزين نتكلم من انجيل لوقا اصحاح 18 لان هنلاقي فيه تمهيد مهم للحادثه دي. ايه بقى انجيل لوقا اصحاح 18؟ نبدا من اول ايه بتقول ايه؟ اول عدد 15 بيقول: فقدموا اليه الاطفال ايضا ليلمسهم، فلما راهم التلاميذ انتهروهم. اما يسوع فدعاهم وقال: دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. حق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخل. هنحتاج امور؟ لا خالص، هنحتاج اكسوب. فواخدين بالنا من اللي حصل هنا؟ الاولاد اتقدموا للمسيح، فالتلاميذ عملوا لهم ايه؟ سيبوا المعلم يعني يرتاح كده، ما تزعجوهوش في الكلام. فالمسيح قال لهم: دع الاولاد ياتون الي لا تمنعهم، لان لمثل هؤلاء. طبعا لما بيقول لمثل هؤلاء يبقى هو كده عامل وسيله ايضاح. المسيح كده بيقول اكيد الاولاد دول وسيله ايضاح للناس اللي هي هيكون ليها الملكوت، للناس اللي هتتمتع بالملكوت. فدعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعهم. براحتك خالص، عارف الاولى اللي هي كنت عملت عصيان خد راحتك. إذن هنا عايزين نفهم حاجة مهمة. إذن مين هيتمتع بالملكوت؟ اللي هيتمتع بالملكوت الناس اللي ليهم حياة في تعاملهم مع المسيح زي الأطفال. قبل ما هتكلم في اللي يقصد المسيح بالظبط في الآية ديت، قبل ما أقول اللي يقصد المسيح بالظبط في الآية ديت، هروح لبولس. فتشوف بولس الرسول بيقول إيه؟ وبعد كده هرجع لكلمة المسيح. قل: أيها الأولاد لا تكونوا أولادا في، أيها الإخوة لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر. أما في الأذهان فكونوا كاملين. بمعنى إيه؟ قلت هبدأ بس من الآية. أوقات بنظن إن لما المسيح بيقول إن لم ترجعوا تصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت الله، يقصد إن إحنا، أنا آسف إن أنا أقول ده، إحنا متخيلين الناس اللي عايشة في الملكوت دي ناس اللي هي ما بتعرفش تفكر. الناس انا اسف الساذجه مثلا، نقول هم دول اللي ليهم ايه؟ الحقيقه المسيح ما قصدش كده. عشان كده بولس الرسول وضحها وقال: يا جماعه انا ما اقصدش ان انتم في الاذهان تكونوا زي الاطفال، بالعكس انا عايزكم في الاذهان تكونوا كاملين لو تفكروا، والتفكير مش غلط. طيب نرجع لكلمه المسيح. ما المسيح كان يقصد ايه لما قال من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله؟ المسيح يقصد انه زي ما الاطفال ملهاش اي استناد في الحياه ولا اي اتكال في الحياه غير على اهلهم، هكذا اللي عاوز يتمتع بالملكوت لازم هو داخل الملكوت وطلبه يبقى عنده قلب الطفل اللي ما عندوش سند في حياته، ما عندوش اتكال في حياته، ما عندوش حد يعرف يتكل عليه في حياته غير الله. وبالتالي هو هنا كده طالب ملكوت الله، طالب انت تكون انت الملك اللي انا بتكل عليه بالكامل زي بالظبط الاطفال. طب واللي مش هيخش ملكوت الله، مش اللي مش هيقدر ملكوت الله زي العيال، هو مش عارف يدوق؟ مش لان الله مش عاوز يديهوله، بل بالعكس: لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان اعطيكم الملكوت. خدوا بالكم الملكوت مش لما نموت، وهنفهم ده اكتر دلوقتي، الملكوت بيبدا من دلوقتي. فالدعوه بتاعت المسيح هنا: يا جماعه تعالوا تمتعوا بالملكوت، تعالوا عيشوا في الملكوت، بس خد بالك ملكوت الله عشان تقبله انت محتاج تقبل ملكوت الله زي الولد اللي ملوش سند في حياته، ملوش اتكال في حياته، ملوش حاجه يتكل عليه من جواه ولا حتى نفسه، غير انه بيبني نفسه على ابوه
بالكامل زي المظهر اللي بتشوفيه. ما عرفش حاجه غير كده. في مزمور جميل في صلاه الغروب بتصليه اللي هو ليك رفعت عيني لساكن السماء. ازاي بقى؟ فها هما مثل عيون العبد الى اي موال. يعني ايه؟ يعني زي ما العبد ملوش اي حد في حياته يعرف يتكل عليه غير سيده، هكذا عيني عليك ماليش اي سند ولا اي اتكال في حياتي غير على شخصك. ده معنى الايه، ده معنى المظهر. وضحت الايه دي؟ اذا ملكوت الله لمين؟ للاولاد. فهمنا معايا كلمه اولاد؟ بتتكلم على مين؟ على ام بس. انا كده خلصت الفقره بتاعت الاطفال. فلو عاوز خلاص انا كده خلصت. اتنين بعد الحادثه دي على طول، بعد الحادثه دي على طول قديس لوقا راح كتبهم كده بفن. في اصور القديس لوقا كتب الايتين دول بفن. اول حاجه اتكلمنا على ايه؟ الاولاد. انتوا بتبصوا انا هركز، انا عايزكم تركزوا. انا ركزوا انتوا معايا. يبقى اول حاجه اتكلم عن ايه؟ على الاولاد. في ايه الكلام ده؟ في ايه 17 ايه 18 راح لزق فيهم حادثه، لزق في الموقف بتاع الاولاد. ده موقف مهم جدا. بص كده اول كلمه نقراها في الموقف ده ايه؟ وساله، اقروا معايا، وساله رئيس. في اللي فاتت كان ايه؟ اولاد. دلوقتي رئيس. في فرق؟ ها؟ انتوا معايا؟ ما تردوش عليا ليه؟ زعلانين مني؟ في فرق؟ فرق كبير. ليه؟ ده ولد ملوش حاجه يتسند عليه، لكن ده ايه؟ رئيس. شوفوا بقى دخلت الرئيس قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ فقال له يسوع. شوف المسيحيين رد عجيب قوي. ساب السؤال وقال له ايه؟ انت ليه بتقول لي صالح؟ طبعا انتوا عارفين دايما المسيح كان دايما يجاوب عن الاحتياج، ملوش دعوه بشكل السؤال قوي. يعني يجي نيقوديموس يقول له ايها المعلم الصالح نعلم انك قد اتيت من الله معلما، يقول الحق اقول لك لو ما اتولدتش من ماء والروح مش هتعامل ملكوت الله. مع ان نيقوديموس لسه ما كلموش، ما سالوش. والمسيح بيعمل هنا ايه؟ بيجاوب عن الاحتياج. يروح للسامريه يقول لها الحق الحق اقول لك ان كل ما نشرب من هذا الماء يعطش ايضا. بيتكلم عن ايه؟ على الاحتياج اللي عندها. هنا المسيح راح ساب السؤال نفسه وراح مجاوب على الاحتياج اللي عند الراجل ده. قال له هو انت، طبعا هو ده بالنسبه له المسيح هو ايه؟ معلم. فتشيل من اذهاننا فكره ان هو فاهم ان المسيح هو الله خالص. والمسيح اصلا ما كانش بيتكلم عن النقطه دي ان هو الله. لكن المسيح بيقول له، بيقول له انت معلم صالح. المسيح بيقول له هو انت ليه بتقول لي على ان انا صالح؟ ما فيش حد صالح غير الله وحده. في المسيح عايز يقول له ايه؟ الراجل الرئيس ده عنده فكر ان انا ينفع ابقى صالح. انا ينفع ابقى كويس. فمن فضلك وانا شايف انك عندك تعليم مختلف حبتين عن اللي حواليك. ففضلك ممكن تديني وصفه كده عشان ابقى صالح؟ لان انا عارف ان الانسان ممكن يبقى صالح. راح المسيح رد عليه وقال له اللي انا بقوله ده، انا مش مكتوب في الايه بس ده معنى الايه. فالمسيح رد عليه وقال له الانسان لا يمكن يكون صالح من غير الله. لا يمكن يكون صالح. فدخلة الرئيس دوت دخلته وسؤاله عن المسيح انه حاطط جواه ان انا ينفع لو اقول لكم بلهجه اليومين دول، لا ينفع لو ركزت مع نفسي كده شويه، لو اشتغلت على نفسي شويه كده ان شاء الله ابقى صالح. يعني مين فينا ممكن يا جماعه ممكن يحضر يوم روحي جميل زي كده، او يحضر مؤتمر، او يحضر قداس وبعد يقول انا محتاج الفتره اللي جايه اشتغل على نفسي اكتر عشان اكون صالح. فمحتاج اركز في كام حاجه اعملهم، واحد اثنين ثلاثه، عشان انا اعملها الحقيقه انا اقصر في الصلاه. فانا لو ركزت في الصلاه الفتره اللي جايه اعتقد اني هكون صالح. طب سؤال، هي الصلاه غلط؟ لا، بس انا كده بستخدمها غلط. هو قريت كتاب مقدس غلط؟ لا، بس بستخدمها غلط. وحضور القداس غلط؟ لا، بس بستخدمه غلط. ليه؟ لان ليس
احد صالح الا الله وحده. مين مصدر الصلاح على الارض؟ الله. عارفين كلمه صالح معناها ايه؟ معناها شخص ما بيبخلش على اللي قدامه. طالما عندك احتياج الله ما يبخلش عليك ابدا بيه، الله دايما فياض. عشان كده لما جيت اشرح الكلمه دي حطيت ايتين جمال قوي في بدايه سفر التكوين. في البدء خلق الله السماوات والارض. مين كان جابر الله يخلق السماوات والارض؟ مين كان جابر؟ مين جبر الله ان هو يجيبنا؟ مفيش حاجه غير بس صلاح انه صالح ودايما عنده خير وعاوز يشرك غيره في الخير ده فجابنا. فالله جابنا ليه على الارض؟ عشان يشركنا في خيره، يشركنا في الحياه معاه، يشركنا في الاتصال بيه. وطول ما انا متصل بالله انا بتمتع بالصلاح. طول ما انا متصل بيه، طول ما انا في شركه معاه. عشان كده احتياجنا الحقيقي هو الثبات في الله. احتياجنا الحقيقي هو ان انا وهو نبقى واحد. وبعدين وانا وهو نبقى واحد وقت جه الحياه ان انا وهو بنعيش مع بعض. اذا مفيش حد صالح على الارض غير الله. لكن كمان الله سره قصد كانت مسرته ان هو يجيب اولاد يشركهم معاه في الصلاح. فطول ما انا والله مع بعض في علاقه انا بتمتع بالصلاح ده وهو بيتسكب عليا. بتمتع برضا الله، بتمتع بطبيعه الله اللي بتتسكب عليا. اذا انا احتياجي الحقيقه يا جماعه مش افكر ان انا عاوز اركز في صلاه ولا اركز في قرايه الكتاب المقدس ولا اركز في القداس كحاجات مفصوله لوحدها. انا احتياجي الحقيقي في ان انا اتحد بالله. فوانا ده غرضي لما بروح اصلي ببقى فاهم ان ايه غرضي؟ الاتحاد بالله. وانا بقرا الكتاب المقدس ايه غرضي؟ الاتحاد بالله. وانا بحضر القداس ايه غرضي؟ الاتحاد بالله. واخدين بالكم في الترتيب ده عشان مهم قوي. عشان كده المسيح راح يفهمنا ان ده بالظبط عامل زي مثل زي بالظبط الكارما. راح قال انه امتى الغصن بياتي بثمر وهو ثابت فين؟ في الكارما. الغصن طول ما هو ثابت في الكارما هيطلع ثمر. لكن مفيش غصن مع نفسه بيروح يقرر انا نفسي اجيب ثمر، انا عايز اجيب ثمر. لو ما ثبتش في الكارما مش هبقى لك ثمر خالص. إذا طول ما أنا بتحد بالله، طول ما أنا برجع بالله، بعيش مع الله كأب ليا، أنا في ثمر بيخرج من حياتي. إذا إمتى أقدر أقول على الشخص إنه صالح؟ لو الشخص ده مرتبط بمين؟ مرتبط بالله. لكن مفيش حاجة اسمها صالح لوحده كده إطلاقا. الكتاب المقدس بيتكلم عن العكس، بيقول إن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم ملك الله. ده وأنا مبصول عن الله مش فيا صلاح، مش قلنا صلاح معناه حد بيطلع خير؟ طب بص للصورة الجميلة دي. ايه رايك في الغصن ده بيطلع ايه؟ خير ثمر صح كده؟ طب تخيل الغصن ده اتقطع من الشجره بالكرمة وبعد ما يلف تتخيل شكل العدد اللي انا ببقى عامل ازاي؟ ها؟ وغير مشي انت جميل. انا عايز بقى الكلام ده بقى الكلام مهم ممكن تسمعوه مني انا سمعته؟ انا عايز اقول حق زي ما قلتي ما تجاملهوش بيعمل حاجه فتره اطيب. سمعت بقى مش هو ده نفس معنى الايه بتاع الجميع زاغوا فسدوا. اذا وانا مفصول عن الكرمة في فساد بيطلع مني. في فساد في عفونه فعلا. في انانيه عكس الصبر تماما. العفونه دي بتقول ايه؟ بص الصبر انا قلت لكم الصبر ده معناه صلاح معناه حاجه خارجه ايه؟ العفونه دي بتيجي منين؟ بتيجي بقى بشتغل عكس ما انا المفروض اشتغل، بدل ما اكون زي الله صالح بطلع لبره ببقى اناني بدخل لجوه. فالفساد بيطلع. فايه مشكله الانسان من غير الله؟ انه اناني. بس اناني. فكل حاجه بعملها عشان خاطر نفسه، عايش لاجل نفسه، عشان كده تبدا شهواته تاكل فيه. افكاره تاكل تتقلب جواه. لان الله مش مصممه عشان يشتغل كده. والله مصممه ان هو يبقى ايه؟ ثابت فيه. فصلاح الله مليء، فهو كمان يبقى مليان بصلاح الله وفايض بالصبر. واضحه الدنيا؟ طب وايه رايكم في دخلت الراجل ده بقى؟ ايها المعلم الصالح. فراح المسيح رد عليه وقال له لماذا تدعوني؟ لان كده المسيح بيجاوب على ايه؟ على احتياجه، لان الراجل ده عنده فكر ان انا ينفع اكون صالح من غير الله. بالعكس انا ينفع اكون صالح عشان الله يبص عليا ويقول برافو
الواد ده شاطر، الواد ده شاطر، الواد ده احسن من غيره، الواد ده بصراحه الناس كلها وحشين اما هو. في الفكر ده وقت لما بيعدي علينا فجاه كده نضرب علينا على غيرنا ونقول ايه؟ احسن من غيرنا بكتير، ده في ناس تانيه ما بتعدلهاش. هي ايه؟ بس حاجات جوه. تعرفين دي صورة لإيه؟ دي صورة لإيه؟ للفساد. إنك لو أنت متوصل بالكرمة هتلاقي قلبك لما بتعدي عليك صورة حد ما بيروحش الكنيسة بتتوجع، بتتألم عليه، بترفع قلبك وتقول له يا رب نعمل البيت ده، يا رب نعمل الشخص ده، نفسي يدوب اللي انا دايقه لو انا دايق. معايا هنا؟ نقطة تانية، ده ابن يوسف، متعرفوا عليه، لسه ما بيتعبش في الشغل، ده شكله، عارفين يوسف؟ ده ماله وماجد عارفين. حاضر اجيبه المره الجايه. العلاقه بيني وبين ابني ايه اساسها؟ انه ابني. ايوه يعني انت بتستنى ايه مني؟ شوف احسن واحد في الدنيا. ايوه يعني الواد ده هيعمل ايه؟ عشان خاطر انت تحبه، الكلام ده مش موجود. الكلام ده مش موجود خالص. ايوه يعني انت لازم الولد دوت يستاهل ولازم انت تشوفه شاطر وبيجتهد، الكلام ده مش موجود خالص. بدليل انا حاطط لكم الصوره دي ليه؟ عشان ايه بقى في واد لسه عمره اهو ما كانش وقتها كمل شهور. الولد دوت انا مستني منه ايه دلوقتي؟ ولا حاجه خالص. ولا اخد منه ايه دلوقتي؟ لا اخد منه زن وعياط. صح كده؟ وما اعرفش انام وكده. طب وهو بيعمل ده انا قلبي ناحيته ايه؟ بحب. الله. طيب يا جماعه الكوتش دي حته من العلاقه اللي الله نفسه تكون ما بينها ما بينه، هي دي. بص ابني من غيري ملوش حياه دلوقتي، ملوش حياه. يعرف حاجه غير الحياه؟ لا. عشان كده انا وابني واحد، واحد انا وهو عايشين مع بعض في وحده في اتحاد. عايز اقول لكم ان ابني مش انا شايل همه اكتر منه. يعني دلوقتي مين بيفكر في مستقبله، انا ولا هو؟ صح كده؟ انت قلت اه، انت سبقت وقلت احنا، تمام. يعني احنا اللي بنشيل الهم، صح؟ احنا اللي بنفكر لقدام. طب ما بالك والله، هل الله كمان بيعمل معاك كده؟ اذا انا مين شايل يومي بكره؟ طب ما انت شايلاني. اخ ما تفرقش عن كده. احنا اللي فاتت دي كانت كويسه بالنسبه لنا لانها ماشيه مع منطقنا ايه؟ اللي هو البشري الطبيعي المفصول عنه. اه طبعا عندك حق فعلا، العيال ما بتشيلش هم، احنا اللي بنشيله كده، اما افكر لبكره وكده. صح. طب اذا كنتم وانتم اشرار بتفكروا كده ناحيه ولادكم، طب ما ابوكم اللي فوق، ابوكم من السماء، بفكر ازاي ناحيتكم؟ لان اكون حارم نفسي ان ادخل الراحه دي. مكتوب كده في عبرانيين 4، نحن المؤمنين ندخل الراحه. شوفي كده ناحيه ولادك ولا ناحيه احفادك، المحبه اللي في قلبك ناحيتهم. فمن المحبه دي ما تجيش حاجه ناحيه المحبه اللي في قلبك ناحيه كل واحد فينا، وعاوزنا نعيش كده. بس في مشكله، ارجع بقى للحته اللي احنا بندرسها دلوقتي، ان الراجل ده اللي فاكر ان ينفع الرئيس، اللي فاكر ان ينفع حد يكون صالح، داخل على المسيح بيسال سؤال غريب، بيقول له ماذا اعمل ها لأرث حياة. أقول لك تاني، ماذا أعمل لا لأرث؟ هقول آخر مرة وركزوا فيه، ماذا أعمل لا أرث؟ حد بيضايق حاجة؟ ها؟ حد ها؟ الورث بيجي مش بالعمل، يعني ده مجاني، يعني ده العمل بيسيبه
لاكون من غير ما يكون عمل حاجه. طب يعني حضرتك تشركيني في المراس بعد ما تقول ان شاء الله وانت هتظبط على فكره. انا كلمه متكلم ده الراجل ده على طبع ده حضرتك مش هتشركيني؟ لا بس بامانه كويس. طب سلمي معايا. انا ليه بس طب وانت بس بامانه كويس اخلاقي حلوه عليك. طب ما تسألي. طب فقالت لي ايه؟ ابني بس. السؤال بتاعك ده اصلا غلط، بس هو ناتج من فكره اللي مش مظبوط، اللي فاهم ان ينفع الانسان انه يكون صالح. فبقول له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ طب الحياه الابديه دي الحياه بتاعت مين؟ بتاعت الله. طب ازاي الله يورثك الحياه؟ انت محتاج تبقى ابن. لكن بصوا دي اكبر عائق يا جماعه بيقف ما بيننا ما بين الله. احنا ما بنحاولش نعيش كابناء، احنا عاوزين نثبت اننا كويسين. وصدقوني بقى كل ما بنحاول نثبت ان احنا كويسين كل ما بتتحكم معانا اكتر. وفكر كده معايا، كل وقت حاولت تثبت فيه انك انت كويس الدنيا باظت معاك اكتر والفساد طلع عليك اكتر. سؤال غلط. ابني ده هيولس ليه؟ شو ابني؟ شو ابني؟ عايز اقول لك حاجه، ابني مش هيورث بس لما انا اموت. ابني هيورث من دلوقتي، يعني كل حاجه انا فيه اذا كنت غني حسب الفلوس او فقير حسب الفلوس، الفلوس اللي معايا هو ابني شريك فيها من امتى؟ تعالوا بقى الناحيه الروحيه يا جماعه، احنا مش محتاجين لما نموت عشان نورث. احنا لما نموت الميراث مش هينفعنا في حاجه. فبولس الرسول بيشرح الميراث ده هنا وبيقول ايه؟ الشاهد ده اللي كان بيتكلم فيه انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من امراه، مولود تحت الناموس ليفتدي، عشان يخرج الذين تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني دلوقتي. ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذا لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح من دلوقتي. ليك كل غنى الآب من دلوقتي. ليك كل خير الآب من دلوقتي. اسمعوا بتاع فردوس؟ ده وارث ولا مش وارث؟ عرفت منين؟ من اللي طالع منه؟ من اللي طالع منه؟ طب واحدة مين جاب الأعمال دلوقتي؟ قلت أعمله. قلت فهمنا منين؟ إنه وارث، إنه وارث. فأنا في النقطة دي بتكلم عن إيه؟ عن الميراث، لأني مش هعمل زي الشاب الغني وأروح أتكلم عن العمل قبل الميراث. هطلع إيه؟ هطلع زي ما أنت بتشوف دلوقتي الشاب الغني عمل إيه؟ فهمتوني؟ إذن الميراث انا محتاج الميراث دلوقتي قبل ما اموت، مش بعد ما اموت. انا محتاج الميراث في حياتي. انا عشت من غير اب وكنت فاهم ان انا المفروض انا بثبت صلاحي، طلع ان انا المفروض دلوقتي لما بروح بتصالح وبرجع لله وبعيش في العلاقه دي مع الله انه ابن، ان انا ابن وهو اب وعاوز يباركني، انا بتمتع بالميراث ده هنا على الارض. الميراث ده بيغنيني هنا على الارض. الميراث ده بيعالج فسادي هنا على الارض، بيعالج انانيتي، بيعالج طباع الغلط هنا على الارض. اذا انا طباع الغلط وخطاياي وافكار الغلط متسلط عليا ليه؟ لان فقير مش معايا ميراث. يبقى حل مشكلتي فين؟ في الميراث في حضن ابويا. هو ده حل مشاكلي. اذا كل مره بنروح لما بنلاقي فينا طبع غلط ولا عاده غلط وبنجري ناخد جنب منه وبنقعد نلوم في نفسنا، طب انا كم مرة اكتئبنا ودخلنا جوه نفسنا وقعدنا نقول ان احنا وحشين؟ واستفدنا ايه؟ صدقوني ابليس فرح. فرح جدا. لان في الوقت ده ايه اللي بيحصل؟ انا بسيب مين؟ بسيب مصدر علاجي. بسيب الشفاء بتاعي، بسيب الحياه بتاعتي. في اوشيه الانجيل ابونا لما يجي يتكلم عن المسيح يقول له لانك انت هو خلاصنا كلنا ورجاءنا كلنا وشفائنا كلنا وقيامتنا كلنا، انت لينا كل حاجه، انت لينا الشفاء. فتخيل لما بسيب الشفاء بتاعي متوقع ايه اللي يحصل معايا؟
اسيب الحياة طبعا يطلع مني ايه؟ انا محتاج اثبت فيه وارمي نفسي عليه اللي فيا مهما كان حالتي مهما كان وضعي لانه اب. وصلت الحته دي؟ وصلت الفكره دي؟ طيب انا اللي عليا بعدها. عشان كده لقيت المسيح اب. فالمسيح راح عالج الشخص ده ازاي بقى؟ قال له طب تمام. قال له عاوزك شيء واحد، واحد داخله بيقول له ماذا اعمل لكي اجس. طبعا على المستوى الطبيعي ممكن ناس ما عندهاش شويه اخلاق كويسه بتتسمي عن الله. فالمسيح راح لانه اب وبيحبه وراح سلمه. قال له اوكي عاوزك شيء واحد. روح بيع كل مالك واعطي الفقراء وليه؟ فجأة الراجل ده بقى ايه؟ طلب بانه اصلا ايه؟ غني. فالمسيح راح بيكلمه فين؟ فلوس. روح بيع، بيع ايه؟ الكتاب المقدس يقول لك فنضر. ينفع حد يتقابل مع المسيح ويمضي حزينا؟ اهو ليه بتقول لا؟ ليه بتقول لا اهو؟ والراجل ده مضى حزين. ابقى واقف قدام المسيح قدام المسيح وامشي حزين؟ ايوه لو وقفت قدام المسيح كمعلم صالح عايز بس اخد منه شويه تعليم عشان اروح اثبت له ان انا شاطر وبعرف اعمله. لو اتقابلت مع المسيح بس علشان خاطر يعني اقول لكم ايه؟ اخد سيفي معاه. ايوه ما استفدتش منه. وان المسيح بيعمل ايه؟ المسيح زي ما العذراء زي ما الملاك بشر العذراء قال لها ده يدعى اسمه يسوع لانه يخلص. المسيح بيخلص. دي شغلانته. انه بيخلص. ايوه اصل انا عندي وعندي ايوه انت عندك مش مشكله هو بيخلص. انت عمر لا قدر الله. سمعت عن حد جاله ورم. حد فضلك شد حيلك. شد حيلك اعمل ايه؟ شد حيلك حاول تبقى كويس. ابقى كويس هنعمل ايه؟ في موت هنا، في موت. إذا ما كانش حد هيتدخل من بره لحالتي، حالتي إيه اللي هيحصل لها؟ هتتدمر وترجع لورا. المسيح جاي شغال على الأرض إيه دلوقتي؟ مخلص. طول ما واحد بيبص على الموت اللي فيه يروح رافع عينيه على المسيح ويقول له ايوه انا خلصني ايوه انا محتاجك ايوه انا برمي نفسي عليك. هنا المسيح يخش يمارس عمله كمخلص ويمد ايده جوه ويعيش تشكيل الحياه كلها. لكن واحد دخل على المسيح يقول له من فضلك اديني كلمه كده عايز ابقى افضل عايز ابقى كويس فاديني كلمتين ماذا اعمل لكي أليس. ايوه يعني انت مش عايز مني حاجه؟ لا انا عايز كلمتين. طب وانا افرق معاك حاجه؟ لا خالص. مش انت معلم صالح؟ بالعكس ده انت بالنسبه لي نموذج انت صالح وانا كمان عايز ابقى صالح. فالمسيح قال له اوكي يلا روح بيع كل مالك وتعالى معايا. فمضى حزينا اكتئب. ليه؟ لانه من الاول الراجل ده كل راس ماله هو مين؟ انا. ففجأة اتقابلت مع واحد فهمني ان انا مالي غلط. طب بصوا عارفين المنظر ده بتاع ايه؟ الصورة بتاعت ايه؟ بتاعت المرأة اللي مسكت فيه؟ هل المسيح الست اللي مسكت في ذات الفعل راح وبخ كلمتين؟ عارفين ليه لا؟ لانه اب. فبيدي كل واحد احتياجه الحقيقي. الشخص ده احتياجه الحقيقي انه يتحط قدام حاجه تكشف الضعف اللي فيه وتكشف الفساد اللي فيه. لكن الست دي خلاص هي فهمت عن نفسها انها خاطئه وفاسده. يجي لها الدكتور لحد البيت كشف خصوص. لم اتي لادعو ابرار بل خطايا منكم. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل. الست دي كده في المنظر ده عارفه انها مريضه؟ الدكتور رفع حد انا احتياجك. بس انا ما طلبتكش بس انت عيان. خدوا بالكم الحته دي عشان هننقل كمان شويه على زكي. الست طلبت المسيح؟ بالعكس ده المسيح جه من تحت الارض عشان ينجيها من اللي كان هيحصل لها.
طب دي ما طلبتش ما قالتش بس تعبانه تعبانه وعارفه عن نفسها انها تعبانه يبقى انا اروح لها انا اوجد لها اروح لها حتى عندها ولا هل اجانب احد لا ولا انا ادين يا مش هديني لا مش هديك امال انت تعمل فيا ايه هخلصك هديك اللي عمرك ما دوقتيه على الارض عارفه هديك ايه هديك اللي ما يخطرش على بالك بقالك كام سنه في الزنا سنين دي شغلتي طب بص خدي العطيه دي مني اذهبي ولا تخطئي عارفين يعني ايه اذهبي ولا تخطئي يعني بيديها عطيه بيديها نعمه بيسد جواها الفساد اذهبي ولا تخطئي لكن الشخص اللي عايز يثبت ظله الشخص اللي عايز يثبت ظله لما الظروف تكسره او يكتشف ضعفه او يكتشف خطيته ما يعرفش يرمي نفسه على المزيح ما يعرفش يقول ياه بص كده طريقه تفكيره تبقى دايما زي ياه يعني الدرجات طلعت انا وحش انا اسف يعني انا اسف الاول وانت فاكر نفسك ايه؟ لا انا يعني كنت فاكر نفسي لا بس اوعى تتخدع اوعى تتخدع مين انضف واحد بشر في العهد الجديد؟ اعظم رسول بولس اقرا رومية 7 عن بولس وشوف بولس بيقول عن نفسه والاعلم انه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح انت ليه مخطوط؟ انت ليه اوقات بتضطر ان الله يرفع لعبته عشان تفهم انت قلبك ايه من غيره؟ اوقات كتير لما بنتكبر وبنقارن نفسنا بغيرنا بتضطر نعمة الله تروح بتشهلها كده بس عشان اشوف نفسي على حياتي. صدقوني اصرخ زي اشعياء لما صرخ وقال ويحي انا الانسان الشقي لاني انسان نجس ايه بقى؟ هو اشعياء يا جماعه كان شغال ايه؟ كان شغال نبي والنبي ده بيعمل ايه؟ يعني الجسد ان احنا التعبير نقول ان انضف حته في النبي فين؟ صح كده؟ اشعياء راح صرخ وقال لاني انسان نجس الشفتين. لما اوقات اضطر نعمه الله انها تشيل ايديها عشان بس تفهمني اني من جواها غير فساد، مفيش جواها غير تعب، مفيش جواها غير خطيه، ما تستغربش. ما تستغربش بس خلي بيطلع من حياتك يرميك انك تعمل حاجه، تروح ترمي نفسك عليه وتقول له ولا ثانيه من غيرك. ولا ثانيه من غيرك، ولا عارفين يعني ايه ثانيه؟ يعني مش عمل، لا ده ولا طريقه تفكير. عارفين العمل بيطلع منين الاول؟ بيطلع منين العمل؟ من جوه من التفكير، عشان كده انا مش هفكر من غيرك، مش هعمل من غيرك، العمل ده نتيجه نهائيه. لكن شوف نفسك قبل ما تعمل بتفكر في ايه؟ قلبك فين؟ قلبك بيعمل ايه؟ فانت تلاقي نفسك طول ما انت عايش بتفكر من غيره مش هيطلع منك غير كل حاجه بتعملها. لكن تعالى هات القلب كده وحطه ما بين ايدي بقى وعيش انت جوه الحياه كده زي ما كنت حاطط الصوره بتاعتي انا وانت. عيش انت كده جوه الحياه وانتوا في انسجام مع بعض. هتلاقي طالع منك كل بر، كل صلاح، كل نعمه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ جت منين دي؟ جت من ابوك. جت من ميراث. الميراث بتاعك اللي انت بتاخده فين؟ دلوقتي. فهمني يعني ايه بقى المسيح اب؟ يبقى المسيح هو بيقول للراجل دوت روح اذهب بيع كل مالك. المسيح هنا بيحبه ولا بيكرهه؟ بيحبه بس بيحطه قدام التحدي اللي يكشف له قلبه. فالراجل ده تقول لي طب ما هو مشي حزين نتيجه كبريائه. لكن الراجل ده ببساطه كان ينفع كده يقول ايه؟ طب انا مش قادر. فيرجع المسيح يقول له انا مش قادر، يقول له بس القدره عندي، وده اللي المسيح وضحه وقال ده غير مستطاع عند الناس، لكن عند الله كل شيء مستطاع. عشان كده قلت لكم عشان كده تعليق المسيح كان على الموقف ده انه ما اعصر دخول المتكلين على فلما راى يسوع قد حزن قال ما اعصر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله. لان دخول جمل من ثقب ابره ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني ايه؟ اولا هنا المسيح ما يقصدش ان احنا ما يبقاش معانا فلوس. ما يقصدش كده. واللي يقصد ايه؟ يقصد ما نتكلش عليه. معنى
ان انا مسنود، معنى ان انا مسنود على الفلوس، معنى ان انا بتعامل مع الله. عارفين بقى لما انا مسنود على فلوسي، هل تفتكروا مش هصلي؟ لا هصلي، بس هصلي ايه بقى؟ من بعيد لبعيد كده، من بعيد لبعيد، ولا متكل على فلوسي، ولا متكل، ما انا مسنود. لو تعبت عارف ان مين هيوديني المستشفى؟ لو احتجت علاج فلوسي، لو دخلنا في ضيقه لا قدر الله فلوسي. تفتكر ان كده ينفع اخش البلكونه؟ مش في اصلا، انا مش محتاجه اصلا. تقول لي ازاي ما انا بصلي؟ صلاتك بترجع لك تاني، لان الصلاه بتاعتك مش طالعه من احتياج، انت مش محتاج، انت كل اتكالك على اللي انت شايفه. كل اتكال على تعال ادخل شخص في دينه محتاج شغل، بس عنده فلان بيت وفلان ده شغل حبايب، ده ممكن يصلي؟ اه بس هيصلي، قول يا رب انت عارف وابعت لي شغل وكده، بس هو فاهم ان فلان الفلاني ده بسماع التليفون يخلص الموضوع. الصلاه دي تبقى شكلها عامل ايه؟ شكل شكل رفقي. ما يعني ايه ملكوت؟ ما يعني ايه ملكوت الله؟ ملكوت الله يعني مملكه الله. واول ناس بيعرفوا يخش الملكوت هم مين؟ اللي يقولها بقى ياخد هديه منك. انا قلتها النهارده، انا قلتها النهارده بالاطفال، بس عايز حد يقولها لي بالآية. لا لا ما تتهمش. ها ها السؤال تاني، مين اول ناس بتخش الملكوت؟ مين اول ناس بتتمتع بالملكوت؟ ايوه عايز آية. ايوه عايز آية. برافو عليك ماجد، بيبي ماجد. أول تطويب قال المسيح في الموعظة على الجبل وهو بيفهمنا حياة الإنسان الجديد، طوبى للمساكين بالروح. يعني إيه مساكين بالروح؟ شفت المسكين بالجسد بتاع الشارع اللي هو ملوش مكان يسكن فيه، ملوش فلوس معاه كده، خلاص مسكين، واحد ما ملوش لا ياكل ولا يشرب. الشخص اللي فاهم إنه ما عندوش مؤهلات لملكوته، الشخص اللي فاهم انه من غير الله ما عندوش، غلبان، مفيش. المسيح بيقول دول بختهم، روحهم الساكته دي، روحهم المتكسله دي بتجذبني من السماء. المراه اللي امسكت في ذنب الفعل دي كسبتني ليها، شدتني ليها، اسكب عليها من عندي، اسكب عليها تبرير، بررتها، بررتها. هل ادانك احد؟ لا، ولا انا ودينك. مسكينة، مسكينة بالروح. فالمساكين بالروح دول اللي فاهمين، مش اللي داخل يقول له ماذا أعمل لكي أرث. لكن المساكين دول بيشدوا المسيح لحد عندهم عشان يروح دايق عليهم بقى من السماء، ولما السماء تطلق بقى تشوف حاجات ولا كانت تخطر على بالك. خد بالك بقى، مش بتشوف أمور خارجة من ديانة، لا، التدين الشكلي ما عرفش يعمل اللي أنا أحكي عليه دي، ما عرفش دي أمور سماوية. أربعة أصحاب، خمسة. الله هو يبقى المخلص. فقال الذين سمعوا، فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أنا قلت لكم الصورة بتاعتي أنا وابني، إن هدف الحياة إن أنا وابني نعيش مع بعض. نفس الأمر ما بيني وما بين الله، الله عايزني أنا وهو نعيش واحد مع بعض. واحد. عشان كده غير المستطاع عند الناس، ده عند الناس، بس عند الله مفيش شيء مش مستطاع عند الله. كلمة مستحيل عند الله دي مش موجودة. تقول أنت عارف، أنت لو كنت شفت موسى الأسود في يوم من الأيام قبل تبته، أنت كان يمكن يخطر على بالك إن الشخص ده مش يبقى قديس عظيم كده، كان ينفع أصلا يتوب. وعلى فكرة حسب ذهنية البشر يقول لك صح، بس عارف ليه؟ لانه ما لم ترى عين، ما لم تسمع به اذن، ولم يخطر على الا عبد الله الذين هدوا. عشان كده اللي انت شايفه في موسى الاسود ده ده عمل النعمه. المديح بتاعه حتى فيه كلمات جميله قوي،
يعني في بيت بيقول عبد الشهوات والعار النعمه اعطته الفخار وصبح اقوى الاحرار. جميل قوي. شفتوا النعمه عملت فيه ايه؟ عملت في قلبه ايه؟ ثم دخل. انا الكلام ده كله اللي قريناه مع بعض موجود في لقى 18. لقى 19 عدد 1. يبقى احنا خدتوا بالكم في لقى 18 وقفنا قدام حاجتين. اول حاجه كان مين؟ الاطفال. برافو عليك. ثاني حاجه الرئيس، والرئيس عكس الاطفال. هنقفل هنا بقى تطبيق عملي. لقى 19 عدد 1. ثم دخل واجتاز في أريحة واذا رجل اسمه زكى وهو رئيس العشرين وكان غنيا. يعني نفس مواصفات مين؟ الرجل غني الرئيس. وطلب ان يرى يسوع من هو. طب انت عايز تشوف يسوع ليه يا زكى؟ مالك ومال يسوع؟ احنا قلنا يسوع اسمه ايه؟ شغال ايه؟ مخلص. لما زكى حب يشوف يسوع اكيد زكى دلوقتي بدا ايه اللي جواه يتحرك؟ انا محتاج لايه؟ خلاص. ببساطه محتاج الخلاص. ليه؟ قرفت من حياتي، تعبت، مش عايز. طب يعني انت عايز ايه؟ انت معاك فلوس الدنيا والاخره، اعمل بيها كل اللي انت عاوزه. صدقوني ابدا، صدقوني. ولا عارف سفر الأمثال لما يقول لك كسرة خبز كده يابس في بيت مليان سلام، خير من بيت تاني قصر كبير ومليان لحوم ومليان ذبايح مع خسارة. اوعى تفتكر ان الكلام ده ولا الكلام ده حلو. ايه هي الجنة؟ ايه هي الجنة؟ اللي هو الفردوس. ايه هي الجنة؟ ان الناس تبقى عايشة في سلام في حضور المسيح. الجنة هنا. بس ده مش قصر. صدقني صدقني اصحاب القصور غير المسيح لو دخلوا في مكان زي كده هيتبركوا هيتبركوا. عارفين سمعت زمان عن ملك روسيا وملكه روسيا جم مخصوص من روسيا عشان يروحوا يقابلوا ابا ابراهيم اسمه الملك. ودخل الملك والملكه دخلوا قدام الاب ابراهيم وراحوا ساكتين قدامه. فتسالوا انتوا ليه بتعملوا كده؟ ده عنده حاجه مختلفه. الشخص ده ايديه لما تتحط علينا ويصلي الشخص ده عنده حاجه مختلفه. السماء موجوده في الشخص ده. وجم بالذهب بتاع خد الاب ابراهيم الذهب، وابا ابراهيم راح موزع الذهب قبل ما يخرج على كل الناس اللي شغاله في المطار. لانه غني جدا 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 جدا. لان ده بتنطبع عليه اول ايه احنا قلناها طوبى للمساكين فدول لهم ملكوت السماء كل المملكه تحت ارضهم. ليهم كل غنى المملكه. فزكى اراد ان يرى يسوع من هو. مالك يا زكى؟ تعبت. زهقت. قرفت من حياتي. حياتي بتتعبني. ايوه معاك فلوس بس حياتي بتتعبني بتنقص عليا. فراح زكى عشان يشوف يسوع لقى الدنيا منها زحمه. قال لك بس بصراحه انا كنت ناوي وعملت اللي عليا. ورحت لحد هناك بس ايه اللي حصل؟ الدنيا زحمه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فخد بعضه ومشي. ايه رايكم؟ طب ماشي اسيبكم من زكاة دلوقتي وخلونا في اللي انا قلته. خلونا في اللي انا قلته. الحاجات دي بتقول ايه؟ فكرة اني عملت اللي عليا انا صليت على فكره صليت مره واثنين وما حصلش حاجه. طب انا عايز تقول ايه؟ انا عايز تقول ايه؟ لما انا قلت صليت مره واثنين وانا على فكره في حاجه ورا كلامي اقولها لكم. انا كده بقول ايه؟ ما بيستجبش. لو في جمله اخطر بتطلع ان هو مش ما بيستجبش يا جماعه ما بيستجبش. وصليت مره واثنين وما استجبش. وعملت ايه لما صليت مره واثنين؟ زهقت بقى. فعملت ايه؟ مشيت. طب ايه رايكم بقى في ايليا وهو فاهم انه لازم المطر يجي على الارض لا اما الناس هتموت. راح صلى مره واثنين وراح اتخانق وقال ايه؟ سبعه. اتخانق وقال ايه بقى؟ قال له ما استجبش؟ امال عمل ايه؟ طوبى للمساكين بالروح لان له ملكوت السماوات. ماليش غيرك. ما اعرفش مخلص غيرك. ما عنديش حل غيرك. فهرمي كل اتكالي عليك. مش عايز اشوف حلول تانية. مش عايز اشوف حل تاني. مش عايز اشوف حد تاني.
دول لهم ملكوت السماوات، دول ليهم الخلاص. عرفان سكت من حياته وراح لقى الدنيا زحمه. هتعمل ايه يا زكر؟ اطلع فوق الشجره. بس برستيج ولد، تعمل ايه؟ برستيجك يا زكر، برستيجك، شكلك قدام الناس. مكتوب عن زكر انه كان رئيس عشرين. في يعني رئيس عشرين؟ يعني اقصد حاجه تتقال عليه انه مدير. بس مدير، راح المدير راح قال لك كل ده في ده. ايوه عم هيقولوا عليك عيل صغير بيطلع فوق في داهيه. ليه يا زكا مالك؟ تعبان، تعبان، قرفان. ايوه الناس فرحانه بيه، وسياده المدير راح، وسياده المدير جه، وسياده المدير معاه فلوس، بس ما يعرفوش ايه الخراب اللي جوه. فما حدش هينفعني، انا عايز اشوف يسوع. المعجزه حصلت بقى، طلع زكا فوق الشجره. وايه اللي حصل؟ خدوا بالكم، الرئيس راح للمسيح. خد بقى المقارنه دي عشان خلاص بختم. الرئيس راح للمسيح، اه اتكلم مع المسيح، اه طب تعالى زكا. زكا راح للمسيح قبله يعني فيس تو فيس كده؟ لا. زكا اتكلم مع المسيح؟ لا. وايه اللي حصل؟ يسوع راح لزكا، يسوع هو اللي اتكلم مع زكا. في واحد رئيس راح للمسيح عشان بيستعرض شويه كلمات، في واحد محتاج ما راحش للمسيح بس وقف فوق الشجره، ودي علامه بتقول ان الشخص ده محتاج بجد. راح للمسيح حد عليه، طلب يا يسوع من هو، ولم يقدر من الجمل انه كان قصير القامه، فرفض متقدما وصعد الى الجنيزه اللي كان يرمي انه كان مزمعا. مزمعا، مزمعا، عارفين يعني ايه مزمعا؟ يعني مر هناك؟ ما كانش هناك، يعني اه ولا. فكل ده بيتكلم عن ايه؟ الاحتياج اللي جوه زكا. انا محتاج، محتاج. طب ما ممكن يجي، ممكن لا، بس ممكن يجي، بس ممكن يجي. فهمسك ممكن يجي، انت تعبان. فراح طبعا بتوع في بيتك، راح بقى المسيح لزكا وقال له اسرع وانزل، ينبغي ان انقص اليوم في بيتك. يا رب زكا ما سالكش، انا ما ببص على الكلام، انا ببص على القلب والاحتياج. زكا محتاج، ينبغي ان انقص اليوم في بيتك يا زكا. طيب حضرتك بتسالني على عملي، بصوا بقى الجدع يزيد اللي هيتقال دلوقتي، الجدع يزيد. ففي ناس بقى اول بتقول ايه؟ ازاي يسوع ده تبع الله اصلا؟ لان لو ده شخص تبع الله كان نقى الناس المحترمه ويجي يسكن عندها ويجي يخش البيت عندها. يعني واحد زي مثلا سمعان الفريسي اللي عمل عزومه الرب يسوع، فقعد كده دخلت المره الخاطئه بتبوس في الجهه، بس ده راحت فلوسك يا سمعان بتاعت العزومه. لو كان نبي كان عارف دي مين، دي خاطيه، لان سمعان الفريسي بنفسه عينت رئيس الرب اللي عايز يثبت بره، اللي عايز يثبت ان هو شخص كويس، ان هو يستحق ان المسيح يخش بيته. فوقفوا ناس وقالوا ازاي المعلم بتاعكم يخش يبيت عند ناس بالمنظر ده؟ دي ناس خاطيه، ده رئيس عشرين، يبقى كده الراجل ده غلط. والمسيح بقى عارفين كان قلبه بيرقص من الفرح. فين قلبه بيرقص من الفرح؟ عشان دلوقتي هيشوفوا تاثير النعمه في حياتك. الحاجه اللي يمكن اللي لم تخطر على بال انسان، اللي ما فيش امكانيه بشريه تعرف تعملها، ان شخص يكون بيعبد الفلوس بالمنظر ده، النعمه تخش جوه حياته وتروح فكاه كده. فوقف زكا وقال، فلما راى الجميع ذلك تذمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل مخاطب، فوقف زكا وقال للرب، ها انا يا رب اعطي نصف اموال المساكين. يعني انا ببساطه لو شخص زكا ده كان غني، لو شخص اول حاجه لو شخص عنده 10 مليون جنيه قرر ان هو يتبرع، بتتخيل الارقام؟ بص فلوسه دي للفقراء. فيا زكا انت بالنسبه لنا دلوقتي ايه؟ انت بالنسبه لنا دلوقتي فعلا ايه؟ يعني انت لو لقيت واحد جاب يقول لك نص فلوسي للفقراء، عندي 10 مليون 5 مليون منهم للفقراء، انت تقول عليه ايه؟ اهلا، اهلا، عايز اكتر؟ مجنون، قولوا يا جماعه ما تكسبوش، انتوا عايزيني اوعظ ولا مش ايه؟ لا مش هوعظ. عارفين احنا
أو كتير بيعيش مع المسيح ازاي؟ بص يا رب احنا بنحبك صدقني انت يعني تسال كل خير برضه. بس خلينا من بعيد لبعيد كده. خلينا كده كلمتين وترنيمتين وصلاتين. لكن انك تسكب نارك تسكب النار اللي انت جيت عشان ترميها جوه القلب وتخلي شهداء ليك على الارض وناس تحمل اسمك وتحمل شهاده على مجدك ونعمتك. ايه رايك ان الله عايز يعمل كده النهارده فيكم ومش اقل من كده لانه خالص دي شغلانته. تقول لي انا مش في بالي على فكره مش هاد واخد الموضوع جد ليه ده دعوني وجيت بالعافيه. ايوه مش مشكله مش مشكله خالص على فكره. ايوه انا مش في دماغي بقول لك مش مشكله. دي النعمه دي سنارت النعمه ده عمل النعمه. حضرتك انا عندي طموح وعندي افكار وعندي خلاص هنبدا النهارده معيش معايا معيش من غيره. يعني طموحي وافكاري واحتياجاتي وبيتي وعيالي وكده. مين قالك هو عاوز يشيل كل ده؟ كل ده هو عاوز يشيله. هو عايز يتدخل في كل ده. هو عايز يتدخل في مدارس العيال، عايز يتدخل في الفلوس، عايز يتدخل في مصروف البيت. مين قالك انه مين قالك انه مش عايز يتدخل في ده؟ احنا ليه فاهمين انه بتاع صلاه؟ بتاع صلاة على فكرة مش مصلين لا خالص. هو فتفاصيل التفاصيل بحب الدخل. طول ما انا عاوز اعيش كده وخلاص فهمت انه الحياة اي حاجة تتعامل من غيره هي موت. موت. مرنم داء مرارة الفساد كتب ترنيمة وقال له بص ولا اخطي في نور لوحدي. يعني لو حتة مليانة نور فالمفروض اعمل ايه؟ دي بقى لا اخطيش في نور لوحدي ولا اعيش بيه. يبقى اول اول حاجه ايه؟ نص الفلوس راحت، روح ال 5 مليون التانيين. طبعا الراجل حرام ياخد فلوس ايه؟ من ناس كتير. قال له بص يا رب وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعه اضعاف، حتى النص الثاني راح. ادي الفلوس راح، راحت فلوسك. هتعيش ازاي تاني بعد كده؟ عايش غني. عايش غني جدا. ايوه انت متدلوش يعني وبتقعد لا خالص. طول المساكين بنروح لاقلامهم. طب بامانه تخيل لو انت حد من عيلتك راح امريكا بامانه مش لو يعني ابنك مثلا كان راح امريكا وقرر ان هو هيصرف عليك تحس بايه؟ اخيرا ده الجنيه ده الجنيه دولار هناك ب 13 ونص كمان خلاص خلصت 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 يا جماعه. انا هعيش ملك هعيش ملك. انت عارف الجنيه كام؟ راح تحس براحه. ليه؟ في بلد ثانيه عملتها اكتر من هنا بكتير فانا مرتاح عشان ده. طب اسمع زكا ما كانش عبيط ولا حاجه. زكا بالنعمه اللي دخلت فيه وسحبته لفوق فهمته انه ليه الملكوت اللي هيحتاجه هيلاقيه. اللي هيحتاجه هيلاقيه. فهيعيش غني. هيعيش وهو مش محتاج على فكره. فكره هيعيش وهو مش مذلول على فكره. لانه بيقعد. عايش محتاج ومتسدد. واسال داوود يقول لك على فكره اقول لك بامانه انما خير ورحمه عارفين يعني ايه بعاني؟ يعني ايه؟ ماشيين ورايا مش قدامي وراهم مش انا ماشي هما ماشيين ورايا هما تابعيني ليه؟ عشان ابويا حي مش ميت بس. هتعيش ازاي يا زكا؟ مش مشكله عايش ازاي؟ مش مشكله عايش منين؟ اهم حاجه عايش ازاي؟ انا عايش بعد كده كسفير على الارض احتياجاتي متسدده. انا سفير هنا موجود سفير دي رساله الحياه على الارض. بالعكس انا لقيت الحياه. ده انا زمان لما كنت عمال احوش في فلوس وبكنس في فلوس انا كنت بحوش في موت في موت. كانت كل جنيه بحطه بيخليه عندي جوه اكتر ان انا احط جنيه تاني. فكنت طول اليوم عندي هم في هم برغم ان الفلوس بتزيد لكن في حاجه تانيه عماله تزيد. هم عمال بيزيد اكتر. فالعالم عمال بيملك فيه اكتر لكن النهارده حصل خلاص لاهل هذا البيت والعالم ده اتفك مني. أنا مش عايزه.
مش عايزه، وده مش معناه اني مش هلاقي، بالعكس ان انا عايش كويس جدا، بس عايش وانا حي مش ميت. عايش وانا حي. مين قالك ان لا؟ طب ده العالم كله يا سيدي عمال بيجري ورا الملك، مين قالك ان العالم احيانا؟ واحد راح للمسيح قال له ايه ذليل ان اروح ادفن ابويا؟ قال له ايه؟ اتبعني ودعا الموتى. مين قالك ان هم احيانا؟ مين قالك ان هم احيانا؟ لما عمل كده ذكر وإن كنت قد وجدت بعض أبدا بعض بعض، فقال له يسوع اليوم حصل خلاص. الخدمة جدا، خدمة الروح القدس جه عليك يا زكا، اتختمت النهاردة يا زكا. عارفين لما ورقة ختم النسر معناها ايه؟ خلاص خلصت، خلاص خلصت. فالسنة ختمت على زكا، حطت الختم، وإذ أمنتم ختمتم روح النهار. عايز اقول لك حاجه بس دي بامانه لاجل المحبه. انا هختم خلاص يا اخوان. العالم كل شويه عمال بيروح لحتت اسوأ، والوحش عمال بيحط علامته، والناس اللي انت شايفهم بتقول عليهم احياء بره، وبعد شويه هيطلبوا الموت ومش هيلاقوه، هيطلبوا الموت كتر تعبه مش هيلاقوه. بس عايز افهمك ان كمان زي ما الوحش بيحط علامته، المسيح برضه بيحط علامته وبيحط خدمه. وفي عز ما الناس هتبقى مش عايز مش طايقه الموت، الناس اللي هيبقى عليهم ختم المسيح عارفه بيعملوا ايه؟ بيغنوا فوق جبل صهيون وارامل 144,000 البتوليين اللي اتعلموا ترنيمه محدش عارف يتعلمها غيرهم، وده وقت الترنيمه. ونشكر الله لأجل الأيام دي، إن الله بيجيبنا في الأيام دي عشان يعلمنا الترنيمة، وعشان نعمته تكتب جوه قلوبنا الترنيمة، وتعلمنا نغني لشخصه. اليوم، اليوم، مش إن شاء الله، مش لما نخرج، اليوم، الآن، قد حصل خلاص لأهل هذا البيت، وحط المسيح الخدمة. إذ هو أيضاً ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص. إذا لو أنا قاعد ومليان هلاك ومليان تعب، أيوة أنا أكتر واحد مؤهل إن النعمة اللي عملت في زكا دي تعمل كده. طيب وطبعا العمل اللي خرج من زكا ده إنه يدي نص فلوس ويدي أربع أضعاف، دي حاجة بتقول اللي عمله زكا ده مش من الأرض خالص. دي حاجة مالها؟ كلها سماوية. عشان كده علامة الناس اللي عايشة بالمنظر ده يا جماعة، عارفين علامة حياتهم هي إيه؟ زي ما كنت بحكي من شوية مع زي 144,000، إن هما بيغنوا. يعني إيه بيغنوا؟ بيسبحوا. بيسبح لفظ وعظمة الله مالي أفواههم، مالي بقهم ومالي قلوبهم، فما بيعرفوش يحطوا قلوبهم في حتة غير إن الله عظيم، الله صالح. بصوا بيقول عنهم إيه في المزامير؟ طوبى للشعب العارفين الهتاف. اسمعوا الهتاف؟ بس أنتوا ما قلتهاش هتاف خالص، يعني أنتوا قلتوا طوبى للشعب العارفين الهتاف، يعني أنا ما قلتهاش كده. هتاف. عشان ده هتاف. ده هتاف. يعني ايه هتاف يا جماعة؟ كلام لسه مش عاجباني، ما جاتش لسه، ما تظبطش. صوت عالي ما تظبطش. لا مش من الصوت عالي. بتشوفوا الاهلي لما بيلعب في افريقيا مثلا في نهائي افريقيا وتيجي جون في الشارع بتحسوا بقيمته؟ بتحسوا الشارع بيضرب؟ ما هو ده الهتاف. هو ده الهتاف. شخص كيانه وحياته وكل فكره وذهنه مركز مع فريقه، فلما فريقه بيجيب جون فبينبهر، بتطلع منه صرخات بتهز الشارع. فأتاري الناس اللي متمتعين بالخلاص، الناس دي اللي بيحصل في بيوتهم هتاف. طبعا لو المسيح مش موجود في البيت هيبقى فيه هتاف، بس من نوع تاني خالص، في صراخ، في تعب، في زعيم، في نكد، في حاجة أنت ما تقدرش مش عايز أسمعها. بس الناس اللي بتتمتع بحضور الله في قبلتها هتاف. طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب. بنور وجهك يسلكون، يعني بنور وجهك؟ دول خلاص اللي النعمة جابتهم، السكة مفتوحة ما بينهم وما بين المسيح على طول، شايفين وجهه. اللي يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أنا مش مستخبي منه. بنور وجهك يسلكون. باسمك يبتهجون اليوم
ايه قصة نفوسهم بيفرحوا امتى؟ يفرح لما يقول بس قدام بس يسوع. الغالب بس تقول له يسوع مسيح تلاقي قلبه ده في ناس قلبها بدون ما تسمع اسم المسيح. زمان سمعنا عن مجموعه قبضوا عليهم قالوا ما ينفعش ترنم ولا تقول حاجه خالص. فكان في اغنيه طالعه لطيفه في لطيفه طيب؟ طبعا كان في اغنيه لطيفه اسمها اكتر 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 من روحي بحبك اكتر 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 من روحي بحبك كانت كده الاغنيه. فطبعا هم قالوا لهم ايه؟ ما ترنموش. فهم قعدوا يعملوا ده يغني قولوا اكتر 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 من روحي بحبك. روحهم كانت فايضه ما عرفوش يمسكوا نفسهم هدول اكتر من روحنا بنحبها. ايه ده؟ يعني هو المخلص اللي بيخلصني لما بيجي من جوه القلب لازم دي الحته اللي يكون فيها جواه انه اغلى حاجه في الحياه اغلى من الحياه نفسها. ما انا مش هقدر اقول ماتوا ليه؟ عشان في قدامهم هم مش عبط الشهر مش سذج على فكره لكن جواهم حاجه فعلا اغلى اغلى اكتر من روحي بحبك. طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب بنور وجهك يسبقون باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون لانك انت فخر قوتهم وبرضاك ينتصر قرننك. جرب كده وانت مهموم وانت متنكد وانت تعبان تخش تسبح. انا بقول لك مش بقول لك وانت مبسوط والثلاجه فيها اكل والبيت فيه فلوس. انت واخد بالك انا قلت ايه؟ يعني وانت تعبان والثلاجه ما فيهاش اكل والبيت ما فيهوش فلوس جرب تخش تسبح. تعرف انت كده بتعمل ايه؟ بتنقل نفسك من اللي انت شايفه ومن احتياجاتك ومن امكانياتك لامكانيات الله. جرب جرب خش كده وانت محمي جرب بس كده صدقني تخرج زي ما الايه دي بتقول. لو احنا مصدقين الكلام القدس مش متحرف يعني احنا مصدقين هو مش متحرف يبقى الكلام ده اكيد حقيقي فاهميني؟ تخرج عامل ايه؟ وبرضاه ينتصر قرننا. القرن دايما بيتكلم عن القوه القوه ليه احنا المجد دايما الابد.